ورحمة الله وبركاته، زي حضراتكم عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير. ومعانا النهارده فيديو جديد وخبر جديد، بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما ننساش نعمل لايك وكمان نشترك في القناه، وخليكم دايما فاكرين ان هنا وبس هتلاقوا الاخبار الجديده، فما تدوروش وما تحتاروش، ادخلوا على القناه على طول وانتوا هتعرفوا كل خبر جديد ان شاء الله. خبرنا النهارده بيتكلم عن حمو بيكا والفيديو اللي انتشر بشكل رهيب جدا على السوشيال ميديا، وهو سقوطه من على المسرح، ودي حاجه غريبه جدا طبعا اثناء تاديته هو وفرقته. يعني كانوا بيغنوا بيعملوا استعراض، وبعدين المسرح حب وقع وكسر بيه زي ما حضراتكم شفتم كده في اللقطه بالظبط، والناس قالت له احسن تستاهل، انهالت عليه التعليقات طبعا، لان هو قبل ما يطلع على الحفله على طول قال احنا هنعمل حفله وحفله جهنم ومش جهنم، ويتكلم باسلوب مش حلو، والناس قالت اتلخبط حتى في اسم ربنا وهو بينطقه، وانت بتقول سيدنا ابو لهب تستاهل تشرب، يعني تستاهل اللي حصل لك ده، اشرب بقى اهو ربنا عاقبك. وطبعا هو طلع وقال محدش يا جماعه يجري ورا التعليقات والكومنتات، انا ولا قلت سيدنا ابو لهب ولا حاجه من الحاجات دي خالص حصلت، مش كل واحد يكتب تعليق المفروض ان انا اكون قلته، وانا ما قلتش الكلام ده خالص ولا الكلام ده حصل نهائي، ودي مجرد صدفة. وطبعا الحقيقة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يهدينا جميعا، ودايما خليكم فاكرين ان هنا وبس هتلاقوا كل الاخبار الجديدة بإذن الله، فتابعونا دايما باستمرار واشتركوا في القناة علشان صدقوني هنا وبس هتلاقوا المصداقية والاخبار الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.